والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم أبنائي طلاب صف أول ابتدائي مدارس آراء الرواد. أمس في حصة أمس أخذنا حرف الميم. طبعا نذكر بعض سريعا إن شاء الله بأمر الله إن الحرف له اسم وصوت. حرف الميم يا أبنائي الطلاب نراجع مراجعة سريعة على كيفية كتابة حرف الميم كالآتي. انتبه معايا كده على السبورة كيف ما قلت أمس كده إن شاء الله. كعكة بسكر، واتجه إلى اليسار. طيب لو عندي طالب ضعيف كيف بذكركم بحصة أمس أبدأ بطريقة اسمها طريقة التنقيط، هكذا ألقط هكذا واتجه إلى اليسار. أعلم ابني كيفية البداية، البداية ما يبدأش من هنا أو من أي مكان، لا، النقطة هذه دي نقطة البداية، ويتجه مع الدويرة إلى اليمين ثم يتجه إلى اليسار مع خط. دي طريقة كتابة حرف الميم. طيب نرجع بعد كده أبنائي الطلاب مع بعض. قلنا الحرف الميم له ثلاث حركات، الحركة هذه اسمها الفتح، فتحة، وهذه ضمة، وهذه كسرة. معايا كده ننطق بصوت عالي وننتبه لكيفية النطق. ما، مو، مي. الفتحة فوق، الضمة فوق، الكسرة تحت. دي الحركة القصيرة ننطقها بسرعة كيف؟ ما، مو، مي. كمان مرة، ما، مو، مي. معايا كده يا ابنائي؟ تاني أذكر، ها، ما، مو، مي، فتحة، ضمة، كسرة، ما، مو، مي. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، إيه هي في حرف الميم اللي هي بنقول عليها أبطال شكل الحرف. الحرف يا ابنائي ليه اربع اشكال. اول الكلمه شكل، وسط الكلمه شكل، اخر الكلمه بيكون ليه شكلين، اما يكون متصل وما يكون منفصل. كيف؟ ادي الماء هذه اهي معايا، دي اول الكلمه. كيف بنمثلها؟ او انتبه معي، ما اول الكلمه، ما اول الكلمة متجهة ناحية ايه؟ ناحية اليسار، متجهة ناحية الايه؟ اليسار. ما أول الكلمة. طيب نيجي بعد كده، ما وسط الكلمة. ما وسط الكلمة لها ايه؟ يدين. لها ايه يا أبنائي؟ يدين، على اليمين واليسار، بتكون متصلة، يعني ماسك حرف في اليمين وماسك حرف في اليسار. طب آخر الكلمة، آخر الكلمة بالشكل هذا، متصلة، متصلة على اليمين. ما آخر الكلمة متصلة بالشكل هذا. نيجي بعد كده آخر شيء، ما آخر الكلمة غير متصلة لحالها، وقف لحالها كده، ما في أي حرف يقدر يمثل فيها. معايا تاني، كمان مرة انتبه معي، شكل الحرف ليه أربع أشكال. ما أول الكلمة شكلها هذه، ما وسط الكلمة لها يدين، ما آخر الكلمة متصلة، ما آخر الكلمة غير متصلة. مع بعض كمان مرة، ما أول الكلمة متصلة على اليسار، ما وسط الكلمة لها يدين، حرف ماسك على اليمين وحرف ماسك على اليسار، ما آخر الكلمة متصلة من على اليمين فقط، ما آخر الكلمة غير متصلة، يعني وقفة إيه لحالها، ما فيش أي حرف ماسك فيه. دي شكل إيه الحرف. قول معي، ما أول الكلمة، ما وسط الكلمة ممتازين، ما آخر الكلمة متصلة، ما آخر الكلمة غير متصلة. أدي شكل مين؟ شكل الحرف. كمان مرة، ما أول الكلمة، ما وسط الكلمة
ما آخر الكلمة متصلة، ما آخر الكلمة غير متصلة. ده شكل مين؟ شكل حرف الماء. يبقى احنا طب أخذنا الحركات الثلاثة: الفتح، الضم، الكسر. هذا حرف الايه؟ الماء. وشكل الايه؟ شكل الحرف. ان شاء الله تكون طريقة بسيطة وسهلة، ونبتدي نتدرب عليها في البيت، ونكتب حرف الماء في صفحة في اي دفتر في الواجب في البيت ان شاء الله، ونتدرب عليه. قول معي كمان مرة: ما مو مين. احسنتم، ما مو مين. دي الحركة القصيرة، ننطقها بسرعة: ما مو مين. ما اول الكلمة، ما وسط الكلمة، ما آخر الكلمة متصلة، ما آخر الكلمة غير متصل. نيجي على الكتاب المدرسي في صفحة 12. دي حروف الوحدة، بس احنا بندرس منها حرف الماء اللي هو البداية. حرف الداء والناء والراء. حرف الداء باللون البرتقالي، والناء باللون الأصفر، والراء باللون الموف. نلون نفس الحروف هذه بنفس الألوان. طبعا ده بيدرب وبيدي للطالب إدراك إلى معرفة أسماء الألوان. دي صفحة واجب 12 يا أبطال، نلونها في البيت إن شاء الله. نرجع مرة كمان سريعة مع بعض: ما أول الكلمة، ما وسط الكلمة، ما آخر الكلمة متصلة، ما آخر الكلمة غير متصلة. ده شكل إيه؟ الحرف. وفي النهاية أشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.